إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها فما تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خلا قلب المرء من علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. والإنسان يولد الولادة الحقيقية ويعيش لحظة الميلاد السعيد بدخوله في دين الإسلام، فهناك ميلاد عام وهناك ميلاد خاص. أما الميلاد العام فحركة المواليد في الحيوان، في النبات، في عالم الجن، في عالم الإنس وهكذا، لكن الميلاد الحقيقي يكون للواحد منا إذا عرف معنى لا إله إلا الله. وطالما أنك مسلم وتسير في درب الإيمان لتترقى من الإسلام إلى الإيمان ثم إلى عليا درجات الإحسان، طالما أنك ما زلت تسير على الدرب فأبشر، من سار على الدرب وصل. وطالما أنك مسلم وأسلمت وجهك وكلك لله فأنت مطالب بما يطلب من أهل الإسلام، أن تحيا حياة إسلامية. فإذا فرحت فليكن الفرح في أجواء إسلامية، إذا حزنت فليكن الحزن متفقا مع الأحزان الإسلامية. فالحياة تجمع ما بين الفرح والترح، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نظام التغير عم الحياة، فما أي شيء أتى واستقر، فيوم يجيء بشمس وحر، ويوم يجيء بظل وبرد. نظام التغير عم الحياة، فما أي شيء أتى واستقر، فيوم يجيء بظل وبرد، ويوم يجيء بشمس وحار، ويوم نساء بأفعاله، ويوم بتلك الفعال نسر. وقد يفتح المرء بابا لخير ومن ذاك الباب يأتيه شر، فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لخلد فيها عظيم البشر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علمتنا الحياة، ومن سنن الله في كونه لابد أن يجتمع الذكر مع الأنثى، لا يستطيع الإنسان كرجل أن يستغني عن المرأة، كذلك المرأة لا غنى لها عن الرجل. حتى اشتهر في عالم النساء ظل رجل ولا ظل حائط أو جدار، هذا يدل على التماسك
على الحلول، على الاتحاد، على التضامن، على التكافل، سنة الله في أرضه. نعم، والتاريخ يشهد أن المرأة كمخلوق هضمت حقوقها وبعثرت كرامتها في الجاهلية سنين عددا، حتى إنهم كانوا يدفنونها وهي حية، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وظلت مهيضة الجناح تائهة في جو من الحيرة والحرمان، إلى أن شرف الدنيا سيد الوجود النبي المحمود المحفود المحشود، فأعاد للمرأة كرامتها وأعلى من قدرها وزاد من تكريمها، فاحترمها أما ومرضعة وقابلة وخادمة وخالة وأختا وعمة وزوجة وبنتا وحفيدة، فالمعاملة عنده سواء بسواء. احترم المرأة في صورة أمه آمنة الوهبية، واحترم المرأة في صورة القابلة ليلة الولادة، فكان يجل ويعز الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. نعم، أما ثويبة صاحبة البشرى ليلة الميلاد فأعتقها سيدها أبو لهب في أشهر حسنة له في دنياه وطوال عمره. نبينا الأكرم وحبيبنا الأعظم صلوات الله وتسليماته عليه احترم المرأة كأم مرضعة، فكان ينظر لها بعين الاقتدار والاحترام والإجلال. كان إذا رأى حليمة بنت أبي زؤيد السعدية مرضعته الشهيرة كان يسارع إليها بعدما تقدمت بها العمر، وينيخ ناقتها وينزلها برفق وتؤدة بحنو وحنان، ويفترش لها عمامته الشريفة اجلسي يا أماه، ويقف بجوارها يركز بصره الشريف في اتجاهها وكله آذان صاغية، فإذا أومأت إليه مالا برأسه وأصغى لها السمع وسارع في تنفيذ ما تطلب، وقد أطلق سراح الأسرى من بني سعد ومن هوازن احتراما لهذه المرضعة الأشهر. فلما سألته عائشة وهي لا تدري من تكون المرأة قال بأدبه الشهير: هذه حليمة أمي بعد أمي. فلم تعرف المرأة طريقا إلى استرداد كرامتها أو التعبير عن رأيها
وإشهار مكانتها إلا بعدما كشف الستار حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واحترمها خالة، خالات النبي ثلاث، واحترمها عمه، كان يجل عاتك ويقدر أروى ويحب صفية ويحترم أم حكيم البيضاء. نعم، هن أخوات أبيه، واحترمها كزوجة، خديجة، سودة، أم سلمة، حفصة، عائشة، صفية، جويرية، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، وحتى مارية القبطي، فقد أنجبت له إبراهيم عليه السلام، وقد رزق به بعدما تقدمت به السن وهو فوق 59 من عمره الشريف. واحترمها بنتا، زينب الكبرى ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء. واحترمها حفيدة، كان يجلس الحسن على فخذه الأيمن، فيأتي الحسين فيجلسه على فخذه الأيسر ويظل يداعبهما، فإذا أقبلت زينب قالت: وأنا أين مكاني يا جدي؟ قال: على رأسي يا زينب. في حالات من الحنو والحلال والحنان والتؤدة، وهو الزوج المثالي، وهو الأب المثالي، وهو الصديق المثالي، وهو الرائد المثالي، وهو الإمام المثالي، وهو أجمل إنسان في الكون، أجمل ما رأت العيون، بك يا ابن عبد الله قامت سمحته، بالحق من ملل الهدى غراء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. كان خير زوج، يتحمل المشاكسات، لأن بيت النبوة يشبه بيوت الناس. زوجات رسول الله لسنا أصحاب عصمة، ضرائر، خلافات ومشاكل وغيرة وتصرفات يعني شديدة الاندفاع والحماس، لكن هو بأسلوبه، بلينه، برحمته يعالج. هو يعلم يقينا أنهن ناقصات عقل ودين، وأن البيوت لا تخلو من المشاكل، ضريبة الوجود الاختلاف، لكن هناك اختلاف محمود عاقبته خير، وهناك خلاف كله بؤس، لأنه جرى في مجرى العناد، والعناد يرث الكفر. مهما كانت المشكلة جسيمة أو عريضة أو ضخمة كبيرة، إذا وجدت طيب الكلام ولين القلوب وسعة الصدور، والله تذوب كما يذوب الملح في الماء. الأمر يحتاج إلى سعة صدر. ما الذي أوصلنا إلى حالات الضيق اليوم؟ لما كثرت الأمراض في مجتمعاتنا اليوم؟ لما هذا الحنق؟ لما هذا الاختلاف؟ هذا الانشقاق؟ بسبب الغيرة، بسبب العصبية، بسبب الضيق. أنت لا تضيقني وأنا لا أقبلك.
أنت تشكك في وأنا أتهمك، في حين أن أسيادنا علمونا قواعد للإنسانية وللعيش في سلام. أسيادنا قالوا إيه؟ قالوا الكلام الزين يسدد الدين، الكلام الزين يسدد الدين. امرأة غضبة وذهب زوجها إلى أهلها وشكر فيه وقال هي صاحبة فضل، والله تتحملني وتتحمل نرفزتي وهي بنت أصول، ولن أنسى فضلها وصمودها معي مع تقلب الأيام وضيق الظروف، وأنا لا أرضى بها بديلا. هل يتأخر الوالد أو الأعمام أو الأخوال أو حتى الإخوة عن أن يقولون له خذ زوجتك وسر على بركة الله؟ لكن هو ذاهب ليقدم فيها عريضة، ليتلو في شأنها شكوى مليئة بالمخالفات، ويفلت منه لفظ ويرد الأخ الأكبر بلفظ بعد التلاسن، التصادم، الاحتكاك، وتنشأ معركة حامية الوطيس. كل ذلك خلى منه الصحابة لأنهم تعلموا الدرس، تربوا في حجر النبوة الصافي. مشكلة كبيرة يفكها النبي بابتسامته الوديعة، يحلها الرسول بكلمة طيبة. هكذا الرجال. أنت اسأل نفسك، هو الرجل خلوله القوامة ليه؟ عشان يفتوى؟ عشان مربي شنب زي الساق؟ عشان مفتول العضلات؟ لا، لكي يتحمل، ليكون متمرسا، لكي لا تزعجه كلمة فتخرجه عن صوابه، إنما يتمتع بلين، يتمتع بهدوء، يتمتع بتؤدة وثقة. سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه من الله سحائب الرحم والمغفرة والرضوان، دخل المسجد بالليل ليصلي الفجر، وإذ برجل كفيف يجلس في المسجد مع حالة الظلام. سيدنا عمر بن عبد العزيز اصطدم به اصطداما خفيفا، فقال الرجل الأعمى: أعمى أنت؟ طبعا أعمى لا يدري من الذي احتك به، لا يدري أن هذا هو أمير المؤمنين، وأنه عمر بن عبد العزيز، وأنه سيد من سادات بني أمية، وأنه حفيد لعمر بن الخطاب، وأنه وأنه وأنه. أعمى أنت؟ قال: لا، الحمد لله، لست بأعمى. وتركه وانصرف، اعتدل إلى المحراب وكبر ودخل في صلاته بين يدي الله. لو أن عمر رجل ضيق الفكر محصور الصدر لكان رد له الكلمة كلمتين واللطمة لطمتين وفعل به الأفاعيل. انظر إلى كبر العاق. لما جاء الرجل ليشكو زوجته التي رفعت صوتها عليه، وكان رجلا مهذبا لين الجانب، قال لها: بس العاطل ابوه الحكومة، واحنا حكومتنا عمر بن الخطاب، ده رجل عادل، والله لم يتمشي عليه، واشكوك الى امير المؤمنين. بس في مره تشوح الجوز، في وحده ترفع صوتها على زوجها ابو عيالها اللي مستتها وهيوكلها وغنيها ومرضيها ومدلعها ومدللها. قالت: لا، أعلى من خيلك يعني. خلاص، فسار يسأل عن أمير المؤمنين، فقيل له: موجود عند زوجته فلانة بنت فلان. الصحابة كانوا يعني أصحاب زواج متعدد، بعض الروايات قال واحد كان عنده 16 وحدة، ده قبل الإسلام، الإسلام أبقى على 4 وقبل للتجديد. نعم، بالشروط الإسلامية. فلما اقترب من بيت عمر سمع في بيت عمر
ارتفاع أصوات ودليل على أن هناك أزمة، فيه مشكلة حاصلة. وسمع صوت امرأة ترفع صوتها وعمر يجادل معها. الرجل راح واقف، الدنيا خربانة قدامي، هروح أقول إيه؟ مش وقت، خلاص يا عم، يا بخت اللي لمها بيدي. فأعاد أدراجه إلى الخلف. سيدنا عمر في معمعة الحدث كانت أذناه مع خطوات تقترب من باب الدار، ثم فجأة أصغى السمع فوجد أن نفس الخطوات بدأت تتباعد رويدا رويد، ففهم أن هناك من كان يريده ورجع. ففتح باب الدار ونظر فإذا بالرجل من الخلف، فنادى عليه: يا هذا، يا أخي. فاعتذر الرجل: نعم يا أمير المؤمنين. قال: تفضل. فدخل الرجل إليه، قال: كأنك جئتنا في مسألة، أو كأنك قصدتنا في مشكلة، تفضل يا أخي. قال: والله أنا ما عارف أقول إيه، إني أشكو مما منه تشكو يا أمير المؤمنين. إيه اللي حاصل؟ اختلفت أنا والمرة في البيت، شوحت لي، حسها علي علي، حلفت لنشكوها إليك. لما قربت من بيتك لقيت اللي حصل عندي حصل عندك، جبتك يا عبد المعين تعيني، لقيتك يا عبد المعين عايز تتعاب، فاستحيت أن أكمل إليك، أنت فيك اللي مكفيك. سيدنا عمر عادي بالتربية النبوية، بالحالات الروحانية، بالأفق المتسع، بالصدر المنشرح، بالعقلية الكبيرة، بالصحبة الجميلة، قال: هون على نفسك، هون على نفسك يا راجل، وبل تعرف لك ليه القوام، وبل خلوك ليه راجل، هي دي سيئة منه. طب يا أخي اغمزها في بحر حسناتها، ما لهاش حسنة معاك، اخصم يا أخي وحدة من اللي عنده، دعم لفيك جبال من الحسنات. أليست هي أم عيالك؟ أليست هي طاهية طعامك؟ أليست هي خابزة خبزك وعيشك؟ أليست هي مكانك الحلال الذي تفرغ فيه شهوتك؟ كل هذا نسيته من أجل أنها أشحت بيدها، أو أنها ثنت عطفها، أو أنها رفعت صوتها. يا راجل، يا راجل كبر مخك. والراجل قبل الكلام وخلص هديت النفوس، لكن إحنا عندنا حالة من الإصرار، حالة من العناد. إن سكت الراجل المرة تصر، سكتنا المرة الرجل يقوم ويقعد. 60% من حالات الطلاق لما تعرض عليك القصة الرجل يقول لك: أنا سكت يا ولد عمي، والله بكيت على البيت والعيال والدنيا هتخرب، صليت على النبي وسكت. قمت تترقص قدامه وتقول له: إن كنت راجل من ظهر الرجل طلقني. لا إله إلا الله. انظر كيف سيطر إبليس حتى على ألسنة نسائنا وبناتنا، وهو الذي يقود تلك المسيرة. لأن يا أخواننا الهدف الأسمى لإبليس التفرقة. إبليس له سرايا، كل صبحية وزع التلاميذ والعمال والأجراء، أنت روح البلد دي، وأنت روح البلد دي، والبلد دي، وقت مصلحة، ولا يتركهم، إنما آخر النهار ينتظرهم واحدا بعد الآخر. أنت عملت نهار ايه؟ جدول اعمالك انهارد. انت ايه اللي كسبت النهارد؟ انا مساكت فيه لغايه ما سب الدين. يا راجل، طب ما المسلمين هيسبوا الدين من غير حاجه، انت مضيع اليوم كله عشان سب الدين. ده اركب لك عقاب. انت عملت ايه؟ انا تمتن وسوس لغايه ما سحب امه من رجليها ولزها بر الباب في سبيل ان يرضي حليلته وزوجته. يا راجل، انت ضيعت النهار كله عشان يمد على الله، دونه يمد من غير إغراء ومن غير حذر. ما عملتش حد، اركب ولك عقاب.
أنت أنا خليت ضرب أبوه لز وسط الناس وأهان، لا هيهين وهي الإزعاد، أركن لك عقاب أنت. لا أنا تمت اللح بينه وبين امرأته لغيت ما نجحت إني فرقتهم عن بعضهم. يقول له أنت 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 نعم أنت، ويحتضنه ويثني عليه، لندرك أن الأمر يهم إبليس، هدفه الأسمى التفريق بين الأزواج ليخلو بالمرأة فتفعل الأفاعيل، لينتقم من الرجل فيسير في الشوارع كالمجنون، وليمسك الأفراد فردا فردا ويصنعهم كما يصنع الطفل عجين الخبز. أفرأيتم الخطر الأكبر في المشاكل وراءه ثمرة يتربص بها إبليس ونحن أمة بلهاء؟ والدليل أن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول قولا عجيبا يحتاج منا أن نصغي، كان يقول الشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان، كل كلمة في مكانها الصحيح. الذئب تجده متربص، الذئب في حالة تحفظ، الذئب ينتظر منك سهوا أو غفلة لينقض عليك. نسمع هذه الأحاديث وتمر بنا وتمر على مسامعنا لا توقظ فينا همة ولا تجعلنا نأخذ حذرنا، وما زالت الأمة تتنقب من واقع مر إلى واقع مرير تسدد فيه كل ما كان من أخطاء الماضي التي لا نستفيد منها. فعودة إلى الدين القويم، عودة إلى سماء الإسلام، لننهل من حياض النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم ونستفيد من تلك الدروس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نتأسى به، نقرأ في صفحات سيرته لننهل من علومه ومن حياضه، لنستفيد كيف كان يعالج حتى الأمراض القديمة، حتى العلل الشديدة كان يرمقها بنظرة صائمة ويحللها تحليلا دقيقا ثم يقدم لها البلسم الشافي. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. احنا دلوقتي المحصلة معنا ايه؟ يقول لك الدين قال لك شاورهم وخلفوهم، مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ هذا كلام مدسوس ليس من رصيدنا ولا من سنة نبينا. هناك امرأة بألف وهناك ألف رجل بخف، امرأة بألف وهناك ألف بخف، ده فيه عائلات وقبائل صنعتها امرأة، هي ملكة بلقيس عنكم ببعيد، مش الجماعة الأونطجية قاعدوا يزفوا وكبروا في المسائل. قلت لهم لا، احنا كديهم ملو، خلي حد يغلط ويجينا، ده احنا هنبدوهم هنجعلوا هنعملوا هنسوا. قلت لهم لا، الأول نشوف الطريق ايه،
ما نبعثوا له هدية ونشوف الرجل بطنه وجعه ودخل على طمع، ولا رجل عففها وله مبدأ. شوف يا أخي العقليات، وإحنا نقول قد إيه شوروهم وخلفوهم يا راجل. أم سلمة رضوان الله عليها كانت من نصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحظة كتابة صلح الحديبية، واتفق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو، كان يومها على الشرك وجاء مفاوضا عن قريش. فلما أتم معه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الاتفاق، خلاص احنا هنرجع الى مكة ما هنكملوش. المهم امرهم حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ايها الناس سنرجع لن نطوف بالبيت، افطروا افطروا واحلقوا او قصروا. الصحابة كان كلهم حماس، اشتاقوا الى مكة وفي حالة شوق شديد للطواف بالبيت، فوجئوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحرك ساكنا، وكانت وقفة صعبة. كيف يأمر النبي ولا يجد من مجيب؟ كيف يكلفهم ولا يسارعون إلى التنفيذ؟ هذه مخالفة قد توجب غضب النبي فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك الحاضرون. هكذا النبي، افطروا احلقوا قصروا، فلم يتحرك أحد. فامتلأ النبي غضبا ودخل إلى خيمته عند أم سلمة. يا أم سلمة يا أم سلمة، قالت لبيك رسول الله. قال هلك الناس، هلك أهل الإسلام. قالت كيف، كيف يا رسول الله، كيف يا رسول الله؟ قال أنا أمرهم ولا ينفذون، أنا أكلفهم ويتقاعسون، هلك الناس يا أم سلمة. قالت على رسلك يا رسول الله، فهمني إيه المطلوب. طيب، قال أمرتهم أن يفطروا لأننا عائدون، أمرتهم أن يحلقوا ويقصروا لأننا لن نذهب إلى مكة، سنرجع العام القادم. وقلت لهم ومع ذلك لم يفطر أحد ولم يقصر أو يحلق أحد يا أم سلمة، هلك الناس. قالت يا رسول الله على رسلك، أتسمع لامرأة مثلي؟ قال قولي. قال تخرج الآن وارفع القلة واشرب أمامهم الماء ثم نادي على الحجام ليحلق لك، عندما يرون منك ذلك سيسارعون إلى تنفيذ أمرك فأنت القدوة لنا جميعا يا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمام خيمته ليشرب الماء عيانا بيانا نهارا جهارا، ونادى على الحجام ليقصر أو يحلق له شعره، فقام المسلمون فشربوا، ثم بدأ بعضهم يحلق لبعض حتى كادوا أن يجرحوا رؤوس بعضهم البعض.